احتفالاً بأسبوع التحصين العالمي، قامت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا وشركة MSD الشركة العالمية الرائدة في مجال الرعاية الصحية بإضاءة برج القاهرة لنشر الوعي بأهمية اللقاحات في الوقاية من الأمراض التي يمكن تجنب الإصابة بها من خلال التطعيم. شارك في مراسم إضاءة برج القاهرة كل من الدكتورة إيرين فؤاد الرئيس التنفيذي للشركة المصرية لإنتاج اللقاحات والأمصال إحدى شركات فاكسيرا، والدكتور مصطفى المحمدي مدير مركز التطعيمات بالمصل واللقاح، والدكتور حازم عبد السميع المدير التنفيذي لشركة MSD في مصر ودول الجوار، ولفيف من أعضاء الإدارة التنفيذية في الشركات الثلاث. ويمثل هذا الحدث امتداداً للشراكة طويلة الأجل بين فاكسيرا وMSD، كما يمثل تعاوناً مشتركاً بينهما لتحقيق أهداف مشتركة تتمثل في خلق مستقبل أكثر صحة لمصر من خلال التحصين والوقاية. أسبوع التحصين العالمي هذا العام يحتفل بمرور 50 عاماً على انطلاق برنامج التحصين الموسع لإنقاذ حياة عدد لا حصر له من البشر من أمراض يمكن الوقاية منها باللقاحات وتحسين ظروف حياتهم، ودعوة البلدان إلى زيادة الاستثمارات في برامج التمنيع لحماية الأجيال القادمة. أنا أحب الحقيقة أعرب عن سعادتي في وجودنا هنا مع شركة ميرك شارب أندوم. ده مش أول لقاء مثمر ما بيننا وما بينهم، وإحنا بصدد اللقاء دوت إن إحنا النهاردة بنضيء برج القاهرة بالأسبوع العالمي للتحصين زي ما أنت قلت، والأسبوع دوت إحنا بنوجه بقى فيه الأنظار للعالم كله وللناس في مصر هنا إنه إحنا عايزين نقي من أمراض كتيرة قوي يا جماعة، والوقاية من الأمراض دي مش هيجي إلا عن طريق التحصينات، والتحصينات دي إن إحنا لازم نروح ونطعم وناخد بالنا إن بقت الأمراض كتيرة قوي ولازم نحمي نفسنا ونحمي أولادنا منها. شركة ميرك الحقيقة بقى لنا سنين مع بعض، السنين بتاعتنا دي مع بعض كان مجهودنا واحد واتجاهنا واحد وهدفنا واحد إن إحنا نشوف صحة أفضل للشعب المصري، وده مش هيجي ولا هيتحقق غير إن أنا أعمل وقاية من الأمراض، والوقاية دي مش هتيجي غير بأن أنا أعمل تحصينات باللقاحات. الدولة بحقيقة بتوفر كمية تطعيمات رهيبة للبلد وللأطفال الصغيرين، بس في تطعيمات مش قادرين نوفرها، فالتطعيمات دي موجودة في كل الفروع، فمحتاجين إن إحنا نروح ونطعم ونطعم ولادنا فيها، والدكاترة أوريدي على فكرة بيكتبوا التطعيمات ديت، محتاجين نطعم ولادنا منها، محتاجين نطعم الكبار في أمراض معينة بتيجي للكبار زي مثلا الالتهاب الرئوي. التهاب الرئوي ده دايما لما بيجي نطعم في الانفلونزا بنقول لازم نطعم معاه المكورات الرئوية عشان ده أمان للكبار، عشان الالتهاب الرئوي بيجي دايما مع موسم الشتاء، وهو تطعيم بيبقى لمدة مرة واحدة في السنة يعني في العمر سوري. فإحنا بنقول إنه يا ريت ناخد بالنا نطعم نحمي نفسنا نحمي أولادنا، لأن زي ما بيقولوا الوقاية خير من العلاج. أنا لما هاخد الحقنة مرة في عمري أحسن ما هفضل أتعالج شهور من المرض اللي هيجيني. احنا النهارده زي ما حضرتك قلت بنحتفل بالاسبوع العالمي للتحصين الورلد ايميزيشن ويك اللي وزاره الصحه العالميه بتحتفل بيه كل سنه في نفس التوقيت، وهدف منه رئيسي هو نشر الوعي والتوعيه حول اهميه التطعيمات. احنا النهارده بنشرف بوجودنا جنب الى جنب مع فاكسيرا الشركه الرائده في مجال التطعيمات في مصر، وبنقدم الفعاليه النهارده وهي اضاءه البرج عشان نبعت رساله امل وتوعيه للمجتمع المصري وكمان للعالم كله مش لمصر بس حول اهميه التطعيمات ودورها في حمايه المواطن من بعض الامراض المعديه الخطيره. وطبعا عايز اؤكد بس ان ده كمان بيتماشى مع التزامنا حول مجهودات الدوله المصريه ووزاره الصحه في نشر التوعيه والحمايه من خلال التطعيمات. MSD احنا متواجدين في مصر يمكن من اكثر من 40 سنه. الشركه متواجده في او ليها علاجات في العديد من الثيرابيوتيك او في المجالات يعني الطبيه، سواء في الدايابيتس او مرض السكر، في الاورام طبعا، وبالذات عندنا تركيز عالي جدا في صحه المراه من خلال العديد من الادويه وكمان التطعيمات اللي موجهه خصوصا لصحه المراه. ودورنا طبعا زي ما قلت لك بنتعاون مع كل جهات المجتمع سواء الوزاره وزاره الصحه طبعا او الهيئات زي فاكسيرا او المجتمع المدني عشان نوفر الادويه دي، وده دور مهم جدا ان احنا ناكد على ان الادويه متوفره طول الوقت على قد ما نقدر بنوفرها بحيث ان المريض يبقى عنده سهوله في الوصول للدواء او للتطعيم. احنا في الاسبوع العالمي للتطعيمات بنستغله في ان احنا
نمارس دورنا وننشر رسالتنا في المجتمع المصري من خلال مؤسسة قومية اسمها المصل واللقاح بالشراكة مع إحدى كبريات الشركات العاملة في مجال إنتاج الأمصال واللقاحات، بأن احنا نقول للمجتمع بتاعنا أن فيه وسيلة وقائية ناجعة وآمنة جدا بتحقق حماية ووقاية من مجموعة كبيرة من الأمراض المعدية اللي ممكن لو من غير التطعيمات دي ممكن هيكون ليها تأثيرها الملحوظ السلبي بشكل مباشر كده على الخريطة الصحية على الكرة الأرضية مش في مصر بس. النهاردة بنتكلم معهم عن التطعيمات وبننشر رسالة الوعي اللي احنا بنحملها ان التطعيمات مش بس مرتبطة بسن الطفولة ولا ان الأطفال بس هم اللي محتاجين التطعيمات. النهاردة جايين نقول لهم ان التطعيمات بيحتاجها الإنسان على مدار حياته، بدليل ان احنا النهاردة جايين بنكلمهم عن تطعيم بيحمي مجموعة من السرطانات سواء كان في الإناث أو في الذكور، وممكن الأطفال بداية من 9 سنين تقدر تاخده، الفتيات الشباب ممكن ياخدوه عشان يقيهم من شر الإصابة بمجموعة من السرطانات. والنهاردة الكلام حتى احنا مش بنتكلم عن مجرد مرض معدي، لا احنا بنتكلم عن مرض معدي وبيعمل سرطانات، مجموعة من السرطانات مش سرطان واحد كمان، فده يعزز رسالتنا ويقوي موقفنا في ان احنا بنقول ان احنا بنتبنى الثقافة الوقائية، نشر ثقافة الوقاية ونشر توعية الوقاية في المجتمع المصري، وبنطمنهم ان اللقاحات دي كوسيلة وقائية في مواجهة الأمراض المعدية وسيلة آمنة إلى درجة كبيرة جدا، وسيلة فاعلة وناجعة في مواجهة الأمراض المعدية وما قد تحدثه لو ما كانتش موجودة هذه اللقاحات على الخريطة الصحية في المجتمع المصري وفي جميع المجتمعات بصفة عامة.